السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حل مشكلة عدم قراءة الفلاشة أو كارت الميموري على شاشة التلفزيون ال LCD أو ال LED أو الهاتف أو الموبايل، بسبب طبعا الامتداد الخاص بالفلاشة. غالبا بيكون الامتداد NTFS زي الفلاش اللي معانا هنا، ولما باجي اركبها على الموبايل او شاشه ال LCD او ال LED، في بعض الشاشات طبعا ما بتقراش امتداد ال NTFS. فطبعا حل المشكله ان انت بتعمل فورمات للفلاشه وتخليها فات 32، وبرضو الصبات اللي هي لما بتحط مثلا MP3 او اي صوتيات بتركب الصب، لو الفلاشه معموله NTFS فلازم تحولها ليه فات 32. فطبعا حل المشكله ان انت بتعمل فورمات للفلاشه بتختار طبعا ايه اللي هو الفات 32. بس المشكله هنا بقى ايه؟ ان الفلاشه بتكون مليانه، فانت مش عايز تفرمط اللي على الفلاشه وتبدا ان انت تنقل من اول وجديد. طيب الكلام النهارده بقى عن ايه؟ ان الفلاشه هتكون مليانه وفيها كل الداتا زي ما احنا شايفين قدامنا، بس مش هعمل فورمات للفلاشه، لا هعمل تحويل للفلاشه من امتداد ال NTFS لامتداد الفات 32 عشان تبدا انها تشتغل على شاشه التلفزيون او الموبايل. اول حاجه هنجرب الفلاشه مع بعض على الموبايل زي ما احنا شايفين كده عن طريق واسطه الاوتو جي، وهنشوف المشكله اللي تظهر معانا ان هو مش هيتعرف على امتداد ال NTFS زي ما هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا كده ركبت الفلاشة بامتداد ال NTFS، هختار انتقال الى اعدادات الاوتو جي وافعل الاوتو جي زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. ابدا ان انا افعل الاوتو جي زي ما احنا شايفين قدامنا، وابدا ان انا اختار جاب لي هنا علامة اليو اس بي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. لما بضغط على علامة اليو اس بي ظهر لي هنا بقى ان انا لازم اعمل ايه؟ محو وتفريغ، يعني اعمل فورمات للفلاشة علشان يبدا ان الموبايل يقراها، مع ان الفلاشة ايه موجودة وعليها داتا MP3 وفيديوهات. بس طبعا زي ما احنا شايفين هنا لما باجي اركبها على الموبايل بيطلب مني ان انا اعمل فورمات عشان يحولها او يعمل لها فورمات بفات 32. ركبت الفلاشه تاني وهبدا بقى اعمل عمليه تحويل من NTFS لفات 32. هنستخدم برنامج الماكرو ريت بارتيشن اكسبيرت زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، سيب لك رابط البرنامج في صندوق الوصف. هنبدا نحمل البرنامج، ندخل على رابط الموقع الخاص بتحميل البرنامج، هنبدأ نختار من هنا فري داونلود، وهنبدأ نختار من هنا داونلود. هيجيب لي نسخة انستول تصطيب عادي ونسخة بورتيبل بتشتغل على طول، فأنا طبعا هنزل النسخة البورتيبل، فيها في منها بقى إصدارين، إصدار 86 وإصدار 64. أنا طبعا الويندوز عندي إصدار 64 زي ما احنا شايفين قدامنا كده 64. هنبدأ بقى إيه نفك الضغط عن البرنامج زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، كليك يمين وإكستراكت هير، هيبدأ يجيب لي الفولدر ده بالشكل ده، يجيب لي الإصدارين اللي هو ال 64 و 86. هختار ال 64 واكون مركب الفلاشه وابدا ان انا افتح البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده. هيبدا يفتح معايا البرنامج بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. هنبدا بقى في عمليه تحويل الفلاشه من NTFS لفات 32 زي ما احنا شايفين قدامنا. الفلاشه هنا ظاهره معايا بالشكل ده، فلاشه 16 جيجا، كليك يمين وابدا ان انا اختار الاختيار اللي هو كونفيرت NTFS تو فات 32 زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، واضغط على اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، وابدا ان انا اضغط على كوميت. طب لو انت مش عارف تتعامل بالواجهه الانجليزي من هنا، هنبدا بقى ايه نختار اللغه مثلا ونختار العربي. لو انت عايز تختار عربي زي ما احنا شايفين قدامنا هيبدا يحول البرنامج للواجهه العربي زي ما احنا شايفين قدامنا. اتحول معايا البرنامج للغه العربيه، كليك يمين واختار من هنا تحويل من NTFS لفات 32، وابدا ان انا اضغط على موافق زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، وابدا ان انا اضغط على الاختيار اللي متعلم عليه صح زي ما احنا شايفين كده مكتوب، او موقف عليه كده مكتوب تطبيق التغييرات، هضغط عليه بالشكل ده كده واضغط على موافق. هيبدا ان هو يحول الفلاشه من NTFS لفات 32، وطبعا هنا الداتا بعد ما يخلص كده الداتا هتكون موجوده مش هتتمسح او يحصل لها عمليه فورمات زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. هقفل البرنامج،
ابدا افتح ماي كمبيوتر وادخل على الفلاشه زي ما احنا شايفين الداتا زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجه. كليك يمين وبروبرتي زي ما احنا شايفين كده، والاقي الامتداد الخاص بالفلاشه هيكون فات 32 بدل ما كان ايه ان تي اف اس. هنبدا بعد كده بقى ايه نركب الفلاشه على الموبايل، وان شاء الله الايه يقرا معايا الفلاشه من ايه من غير اي مشاكل زي ما احنا شايفين قدامنا فات 32. فطبعا كده مش هيبقى فيه مشكله، هنبدا بقى نركب ايه الفلاشه على الموبايل او شاشه التلفزيون زي ما احنا شايفين كده. بعد ما ركبت الفلاشه هضغط على تم من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، وابدا ان انا ارجع للفلاشه واستكشف البيانات اللي موجوده على الفلاشه زي ما احنا شايفين. ده الام بي 3 الخاص بالفلاشه بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا كده، واشتغل معاه من غير اي مشاكل وما طلبش مني فورمات زي لما كان معمول ايه زي ما كانت الفلاشه معمول ان تي اف اس، كان بيطلب مني فورمات. وبكده عرفنا اسهل وابسط طريقه لتحويل الفلاشه من ان تي اف اس اللي فات 32 عشان الفلاشه تشتغل معاه على الهاتف وشاشه التلفزيون. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.